فرجيكم كيف العزبة عايشة. يا محلى السجادة. بونسوار وميرسي انكم جيتوا على الفيلم. مبروك اول شيء الفيلم، وثانيا خبرينا اكثر عنه وشو دورك فيه؟ دوري ياسمينة اللي هو البطولة، وبكون بكون عندها رفقاتها ثلاثة وبتطلع لعندهم بتفرجيكم بالمجتمع اللبناني كيف البنت العزبة عم بتواجه انه عقبالك يلا عقبالك. وين بخبي وجه الناس؟ كلهم رح يسألوني ليش بنتك اللي صارت قد الجحشة وبعد ما تجوزت. لا لا ماما بشرفك كل يوم دراما هيك؟ وهالعلاقات كيف بتصير فيها مواقف طريفة، كيف بتصير فيها مواقف درامية، وبتوقع له النجاح لأنه هو يعني بيعكس المجتمع اللبناني والصبايا اللي عايشين فيه والشباب. ردي؟ أبدا إن شاء الله أمرك لله. قصة الفيلم بتحكي عن مشاكل النساء اللي فوق 35 سنة اللي بعد ما تجوزوا واللي عبالهم يتجوزوا واللي مش عبالهم يتجوزوا والمجتمع كيف ينظر لهم. دوري اسمي تالين، امرأة مستقلة متحررة، ما بتأمن بالحب، ما بتأمن بالزواج، وشخصية بتضحك. يعني أنا إذا التقيت فيها بفطسنا ضحك. مش طايقته. منو هيدا؟ مفيد اللي عندي. دوري رايق لذيذ غير عن يلي معودينه العالم. دور اكثر هيك واقع رياليستيك وتاتشي، ومهندس زراعي بحب الارض بيعمل يوغا وهيك. ما بتحملي اهم شيء حياتي. بقول لنيبال انه شي ميكس ثينجز هابن، يعني مناضله انه تقدر تعمل هيك شيء. وبقول للإكيب إنه أنا شو كانت متعة كتير كبيرة إنه يكون بيناتهم كلهم مجموعة من الممثلين الحقيقيين من اللي عم يشتغلوا من قلبهم. متعة. ما في غير بتقلي روقي وانتري وحأتركها. هلا مين عم تضحك؟ نحن منفصلين، نحن منفصلين بس بعدني بسافر مع مرتي. نحن منفصلين بس لازم نظهر على كل الدهرات سوا. لا لا فيها، نحن منفصلين بس ما حنطلق. هارو هارو.